السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير، دايما واقفين في ظهري ودايما بتشجعوني ودايما بتدعموني ودايما بتخلوني عاجز عن الشكر من كتر الكلام الجميل اللي بيجي لي في التعليقات كل يوم على الفيديوهات اللي انا بنزلها على القناه. والحقيقه يا جماعه ده مش غريب على الشعب الجزائري ومش غريب على البلد العظيمه اللي هي الجزائر، لان اصلا دايما انتوا بتقفوا مع الناس كلها ودايما بتشجعوا الناس كلها ودايما بتدعموا الناس كلها، ودايما اي حد محتاجكم دايما بتقفوا جنبه وما بتتخلوش عنه، وده مش غريب عليكم وانا مش متفاجئ من ده، لان اصلا انتوا بلد عظيمه وبلد تستحقوا الثناء وتستحقوا الشكر وتستحقوا كل حاجه حلوه في الدنيا. مصدر دبلوماسي اسرائيلي قال لرويترز، دعونا نظهر لكم ماذا قال. قال إن اتخاذ إسرائيل موقفا فيما يتعلق بالصحراء الغربية قد يؤدي إلى ترقية كاملة لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، لتتحول بعثاتها الدبلوماسية وهي مكاتب اتصال معينة حاليا إلى سفارات، مع احتمال إبرام تجارة أو اتفاقية تجارة حرة في المستقبل. بهذه الصورة ومن وسط سوق مغربي، بعث رئيس الكنيسة الإسرائيلي أمير أوحانا يوم أمس سلامه للمغاربة في زيارة وصفها الإعلام الإسرائيلي بالتاريخية كونها لثالث أكبر مسؤول في إسرائيل بعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. بالتزامن مع ذلك أو مع تلك الصورة، نشرت وزارة الخارجية المغربية هذه الصورة لاستقبال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي. طبعا هناك تكتم إعلامي عن تفاصيل هذه الزيارات ومواضيع النقاش، لكن وكالة رويترز الأنباء نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أنه بالتزامن مع تلك الزيارة تبحث حكومة نتنياهو إمكانية إعلان الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. العاهل المغربي محمد السادس كان قد أكد العام الماضي أن ملف الصحراء هو معيار الصداقة مع الدول، وأن مبادرة الحكم الذاتي هي الطريق إلى حل قضية الصحراء الغربية، ودعا عددا من الدول لم يسميها إلى الخروج من المنطقة الرمادية وتوضيح موقفها بشأن المقترح المغربي. أعلن المغرب وإسرائيل أواخر عام 2020 عن اتفاق لتطبيع علاقاتهما وإعادة فتح مكاتب الاتصال بينهما، ورغم زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى المغرب وتوقيع عدة اتفاقيات بين الجانبين، إلا أن التمثيل الدبلوماسي بينهما لم يصل إلى مستوى فتح السفارات حتى الآن. مشاهدينا، تعتبر قضية الصحراء الغربية من أكبر المشكلات الجيوسياسية في شمال إفريقيا. هي منطقة صحراوية كبيرة كانت سابقا مستعمرة إسبانية. المشكلة هي أن المغرب يعتبرها جزءا من أراضيه ويقترح إعطائها حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب باستفتاء على حق تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة. ويسيطر المغرب على نحو 80% من مساحتها، بينما تسيطر جبهة البوليساريو على نحو 20%. بعض الدول تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لعل من أهمها هو إعلان ترامب عام 2020 اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. كذلك أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز العام الماضي تأكيد مقترح المغرب منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت سيادته، أو تأييده لذلك الحكم الذاتي، طبعا بالإضافة إلى دول عربية وإفريقية. هناك دول كثيرة تعترف بالجمهورية الصحراوية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، خاصة من بينها الجزائر، وأخرى تدعم حل النزاع وفقا لقرارات الأمم المتحدة حول إجراء استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية، مثل دول أوروبية ما عدا إسبانيا طبعا، ودول عربية وأخرى من حول العالم. على وسائل التواصل تفاعل الناس مع موضوع الاعتراف. هنا ميد يقول:
وصول مستشار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي هو لإعلان الاعتراف، يليه قمة في مدينة الداخلة أجمل مدن الصحراء المطلة على المحيط الأطلنطي. أما مصطفى رسمي، ما معنى إسرائيل تدرس مسألة الاعتراف بالصحراء الغربية متسائلا؟ هذا تمطيط وتسويف وطريقة ملتوية وغريبة، ونحن نطبع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. أما هشام، يكتب هشام في هذه التدوينة: الحقيقة إسرائيل ليس لها سيادة على الأراضي الفلسطينية، كيف إذن لإسرائيل أن تعترف بالغير وهي تسعى للتطبيع مع العرب فقط للاعتراف بها؟ أجيريا 184. إسماع صوت إفريقيا داخل الأمم المتحدة. هم الدول اللي ما صوتوا للجزائر ومشوا ضد الجزائر. طبعا هذا معروف. انتصار جديد للدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية. فبعد أن ظفرت في أكتوبر الماضي بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، ها هي اليوم في 6 جوان تظفر بمقعد في مجلس. Having obtained the required two-third majority and the largest number of votes, Algeria, Guyana, and the Republic of Korea, Sierra Leone, and Slovenia are elected members of the Security Council for the two-year term beginning of January 1st, 2024. الدولة الأولى هي المغرب، والدولة التابعتها هي الكيان الصهيوني، والدولة الثالثة هي الإمارات. الجزائريين من أكثر الشعوب كراهية لإسرائيل، وصحيفة هارتس الإسرائيلية قالت جملة قاسية جدا إن الشعب الجزائري شعب عدواني متوحش ويستهدف إسرائيل. للتطبيع احنا أولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى قضية مقدسة بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الجزائري برمته. الجزائريين من أكثر الشعوب كراهية لإسرائيل، وصحيفة هارتس الإسرائيلية قالت جملة قاسية جدا إن الشعب الجزائري شعب عدواني متوحش ويستهدف إسرائيل. نمرة 2، إن البعض ممكن يقول وإسرائيل فين والجزائر فين؟ الجزائر بعيدة عن إسرائيل، كيف تهدد الجزائر إسرائيل؟ برضو الإعلام الإسرائيلي بيجيب والمحللين العسكريين الإسرائيليين بيجيبوا أن الجزائر ليست بعيدة، لأن عندها جيش قوي وعندها قوات بحرية قوية، والجزائر شاركت في حرب 73، وتقدر الجزائر مرة أخرى تشارك في حرب ضد إسرائيل عبر البحرية الجزائرية القوية. وبعد ما شفنا الفيديو الجميل ده، وبعد ما شفنا روعة الجزائر، وبعد ما شفنا عظمة الجزائر، أنا مش لاقي أي كلام أقوله أوصف سعادتي وفخري واعتزازي بالشعب الجزائري العظيم، ومش لاقي أي كلام أقوله أوصف اعتزازي وفرحي بإني أصلا في بلد عربية وبلد مسلمين اسمها الجزائر. أنا في نهاية الفيديو أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، لو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.